هكا كان المشهد العام ليلة البارح داخل مطار تونس قرطاج، دموع وغضب ودهشة مما عاشوا المسافرين التوانسة في حادثة الهجوم الإرهابي على مطار أتاتيرك باسطنبول نهار 3 الفارط، وراح ضحيتها 41 شخص منهم تونسي. صورة هالحادثة ظلت عالقة في ذهن التوانسة اللي عاشوا الأحداث. كنا قاعدين مع نستنى ونحضروا في روحنا باش ندخلوا للطيارة، دانكو سمعنا صوت دوي انفجار يعني كبير، ومن بعد الصوت هذا سمعنا الصوت معناها طلقات نار. يا اخي هربنا الناس الكل، يعني ما عرفناش يعني منين جاي، معناها قلنا شكينا انه عمليه ارهابيه، ما عرفناش وين بالضبط وشنو فما. دونك قلت لك الناس الكل حسيلو هربنا، تحسرنا في ستاد نوباركومون وحاولنا ان نخرجوا، خلعنا الباب معناها باش نخرجوا من بيست نتاع الطيارات. هكاو من بعد ولينا هزونا بال ركبنا في الطيارة، قعدنا ساعة بريسك، قالوا لنا راهو لازمكم لسلامتكم تقعدوا هنا في الطيارة وبتتخ باش نطلعوا. من بعد جاء قرار انه ليفول كل انيولي، ولينا قعدنا في المطار وقعدنا ليلة كاملة في المطار. ومن بعد تونسير جاتنا مع حكاية 8 متاع الصباح، هزونا للوتيل حتى كش نص نهار ونص رجعنا للمطار. ساعات صعيبة عاشها التوانسة في مطار أتاتيرك خلاهم يقضيوا ليلتهم في العراء. صار فينا وكهو تمرمدنا بالقدامة، جانا حد لاخر وقت قعدنا متمرمجين. بعد جينا الناس حطونا في تقاسيم بلاصه بعيده برشا، فما ناس ما عندهاش فلوس معناها تمرمدوا، قعدنا هزين بعضنا نحنا معناها كوميم. من جانبها اكدت ساره رجب الرئيس المدير العام لشركه الخطوط التونسيه انها تدخلت وقامت بتامين رحله العوده الى تونس وفيها 144 راكب. العمليه صارت بالنسبه لنا جوست بعد المغرب بشويه، معناها يمكن ساعه ولا اقل، يمكن اون ايتي لي بروميي ايتر انفورمي احنا في تونسير ايميدياتمون. شنو اللي عملنا انا بيرسونيلمون ايميدياتمون شنو اللي عملت؟ اتصلت بالكوماندون دو بور اللي هو اللي تي ابور دو سون اباري، ومعاه 144 باساجي اللي كانوا مسجلين على الرحلة، كانوا 157 باساجي. وبالعودة لأطوار الهجوم اللي نفذوا 3 انتحاريين مساء الثلاثاء، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن الهجوم على مطار اسطنبول يحمل بصمة تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل 41 شخص، 28 تركي و13 أجنبي، وإصابة 239 آخرين.